أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى السنة الدراسية الجديدة، وكل عام وأنتم بخير. اجتمعنا اليوم لنقدم لكم أول درس من الكتاب المقرر للصف السابع الثانوي، وهو حوار بين طالبين جديدين أحمد وزيد. فالحوار عن اليوم الدراسي الأول في المدرسة الثانوية، وبدون ضياع الوقت تعالوا معي نلتقي بصديقينا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي أحمد، وأنت ما اسمك؟ اسمي زيد. سعيد بلقائك. أهلا وسهلا، هل أنت طالب جديد؟ نعم، أنا طالب جديد في الصف السابع، وأنت؟ أنا أيضا في الصف السابع. هل وجدت اسمك في قائمة الأسماء؟ نعم، أنا في الفصل الأول. وأنا كذلك في نفس الفصل. هذا رائع. إذن أنت صديقي الجديد. نعم، وبكل سرور. أرجو أنكم قد استمتعتم بما قدم لكم كل من أحمد وزيد. والآن رددوا معي: سعدت بلقائك. أهلا وسهلا، هذا رائع، وبكل سرور. والآن يا طلابي الأعزاء، هيا بنا نشاهد تمثيلا داخل الصف الدراسي بين الأستاذ فياض وطالبيه أحمد وزيد. صباح الخير. صباح النور يا أستاذ. مرحبا بكما إلى الصف السابع الثانوي. أنا الأستاذ فياض، مدرس اللغة العربية في هذه المدرسة. أنت يا ولدي ما اسمك؟ اسمي أحمد، أنا مسرور بلقائك. أهلا وسهلا يا أحمد، وأين تسكن؟ أسكن في فينيكس. وأنت يا ولدي ما اسمك؟ ومن أين أنت؟ اسمي زيد، وأنا من فاكوا. أنا سعدت بلقائكما. كيف وجدت مدرستك الجديدة يا أحمد؟ إنها جميلة وكبيرة. هذا رائع. وأنت يا زيد، كيف ترى هذه المدرسة؟ أنا أرى أنها واسعة ونظيفة. وأنت يا أستاذ، هل تحب هذه المدرسة؟ نعم، أنا أحبها كثيرا. طلابي الأعزاء، بعد أن شاهدنا هذا التمثيل الممتع الذي قام به الأستاذ فياض وطالباه، تعلمنا الأسلوب الصحيح للحوار. والآن يا أصدقائي، حاولوا أن تجيبوا عن الأسئلة الآتية: ما اسمك؟ اسمي كليم الله. أين تسكن؟ أنا أسكن في فاكوا. هل أنت طالب؟ نعم، أنا طالب. في أي صف أنت؟ أنا في الصف السابع. طلابي الأعزاء، قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. أرجو أنكم قد استفدتم به. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.